السلام عليكم محنناتي والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا ابدعت مهالي النواعم ريزينيشات، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب يا المزيرات ديالي. كنتمنى أن الفيديو ديال زيادة الوزن أنه ينال إعجابكم وتكونوا فعلا ما مريتوش عليه مرور الكرام، فغنحاول أنني نحط لكم بالنوافذ آخر هذا الفيديو. البنات ما كيعرفوش شنو هما النوافذ، هما واحد المربعات صغار كيكونوا في الآخر ديال الفيديو. كنكمل معكم هذا الفيديو غادي تلقاوهم، وغادي تكليكيو عليهم غادي تلقاو الوصفة اللي سبق أنزلتها لكم، فهي جد جد رائعة رائعة وفن ني الغزالات ديالي، واحد الوصفه التوب ديال التوب. فبزاف ديال البنات ملي هضرت لكم على واحد المكمل غذائي اللي هي فيه بزاف ديال الفيتامينات واللي فعلا الروعه والتوب ديال التوب، فطلبوا مني انه نشاركوا معكم اللي فعلا بعد ما انا استعملته كنت واحد الفتره داومت عليه. كنت هي البنات كانوا كل غير وحده ولاحظت وحده كل نهار، فلاحظت فعلا انه زادني في الوزن، فكذلك كيزيد في الوزن بغض النظر على الفوائد الرائعه ديالو. ولكن اللي ما بغاتش ان الوزن ديالها يزيد، طبعا ديري الغزال ديالي واحد شويه ديال الريجيم وتاكلي الاكل اللي كيكون صحي. فالملاحظه اللي انا لاحظتها انه ظفاري يا البنات، عرفتوا ظفاري يعني دابا شوفوهم ما شاء الله، الله اكبر، يعني اللهم صل على النبي، يعني ما شاء الله ما بقاوش كيترسوا ليا كيما الاول. اصلا انا ظفاري كانوا قويين وكانوا كيطوالوا لي، عارفين في الفتره الاخيره والله ما بقاو كيطوالوا لي، شفتوا ولاو يعني قصارين ما بقاوش كيطوالوا لي، حيت انا من دوك الناس اللي الى حيدت الظفار كنتضرس، فهمتوني كنتضرس، ما عرفت واحد الاحساس خايب. لهذا كيعجبني انني نطولهم غير واحد شويه عاوتاني، ماشي عاوتاني ما يخليوش الواحد يصلي ما يخليوش، ولكن كيكون عزيز عليا انني نطولهم واحد شويه. فهي البنات كانوا كيتهرسوا ليا. اما بالنسبه للشعر عرفتو كنت كنهزو بحال هكا عرفتو شعري كيطيح، ما عرفتش واش مني بدلت ليه الماء ولا بدلت ليه الشامبوان ولا والله ما عرفت يا البنات. والحمد لله والشكر لله بعد ما استعملت هذا المكمل الغذائي لاحظت فعلا انه واحد الحاجه اللي روعه، وشعري ما شاء الله ولا قوي. ما غاديش ننكر انه هاد الفتره عاوتاني راني قطعته، ما بقيتش كنستعملو يا البنات، عرفتوا دابا شحال هادي شي شهرين ما عمري استعملته. لاحظت ان اظفاري عاوتاني تهرسوا ليا واحد شويه، فهنايا شوفوا هذا تهرس ليا شويه مع هذا، تهرسوا ليا واحد شويه يا البنات. ولاحظت ان الشعر ديالي ولا كيطيح ليا شويه، لان ما بقيتش كنستعمل ليه الوصفات. راه شهرين هذه اللي غبت معكم عن اليوتيوب، كنت قلت لكم غادي نحكي لكم عن اهل قريش، ان شاء الله اكيد غادي نحكي لكم يا اختي عن اهل قريش، مازال ما نسيتش. وكذلك البنات اللي كتبوا لي في التعليقات وفي اللايف على قناتنا نهى توفيق حموموشة تي في، فغيت نوي الغزالات ديالي اكيد غادي نعاود لكم عن اهل قريش داكشي اللي داز عليا، طبعا للعبره فقط. وطبعا راكم عارفين انا كنعاود بواحد الطريقه راه كضحك. فهي الغزالات ديالي قطعتو شهرين هادي، راني سبق وشاركته معكم اللي هو ازينك، شو معايا طبعا تحبس لينا التصوير. قلت لكم يا الغزالات ديالي طبعا انا ماشي كندير ليه الاشهار، ولكن بغيت انني نشارك معكم، بغيت نشارك معكم كل شيء. فهو فيه 12 فيتامين ياكو، واحد الحاجه اللي رائعه رائعه جدا. وفيه يا البنات 60 تاع الحبه وقيله، لا فيه 120 حبه، شفتوها 120 حبه، راه غادي يبقى عندكم اصلا، يعني غادي تشريوه وغادي تنساوه يا الحبيبات ديالي. الا كنتي كتاخدي غير وحده راه غادي يبقى عندك ربع شهور ولا شحال. شوفوا كيما قلت لكم ها راه باقي فيه والثمن ديالو واش 13 ولا 14 اورو، ما عقلتش 13 وشي حاجه واقيلا 13 وشي حاجه. وفيه بزاف تاع لي فيتامين، والطريقه ديال الاستعمال ديالو جد بسيطه. فالطريقه ديال الاستعمال انكم يا غزالات ديالي غادي توليو تاخذوا واحده قبل الافطار، قبل ما تفطري لا والو، تفيقي مباشره، خصوصا البنات كاع اللي كيصليو الفجر، كتصلي صلاه الفجر خديها، الا بغيتي ترجعي ليك مازال ديك نص ساعه تنعسي خديها ونعسي، وابقي ملي تفيقي صوبي ديك الوجبه اللي عطيتها لكم البارح يا الغزالات ديالي، او الفيديو السابق اللي فيه وصفه لزياده الوزن، كتبوا وصفه لزياده الوزن ابدعت نهى للنواعم، فغادي تلقاوها يا الغزالات ديالي. فهو جد جد رائع، وفعلا انا لاحظت فيه يعني لاحظت بزاف ديال الحاجات زوين، وكذلك كي
والميزه اللي فيه ديال الغزالات ديالي انه كيطول لينا الشعر. راني كنقلب على واحد مشيت خديته من اكسيون واحد ومكمل غذائي والله ما لقيته تلقاه ونوريه لكم. هذاك اختي كيضرني في المعده ديالي، شوف هذا كيفاش داير اخضر. وجيت حليته راكم عارفين اني انا مكتشفه، جيت حليته ولقيت فيه واحد الغبره في البيض، فهمتوا؟ داير بحال الشكل هو ديال سبيرولينا، ولكن ماشي سبيرولينا. طبعا سبيرولينا المشكله ديالها البنات المزغبات اللي عندهم بزاف تاع الزغب في الوجه ديالهم، ناري 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 ناري، عرفتوا؟ غتوليو مزغبين بواحد الطريقه غبيه، فهمتوني؟ اما بالنسبه لهذا لا، هذا يعني غير الشعر مثلا كيطولوا ليك، وديك الخلفه اللي كتكون هنا يعني ما شاء الله ولات عندي البنات الخلفه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يعني واحد الحاجه اللي رائعه رائعه جدا. ولات عندي ديك الخلفه بعض المرات، عرفتي كنضحك على راسي كنخدم بحال هكا كندير بحال الشكل ديال القرون، عرفتي البنات ما شاء الله، خصوصا البنات اللي شعرهم خاوي ليهم، لان هذه الفتره اللي فاتت ما كانتش عندي الوقت انني نهتم براسي وندير الوصفات ديال الشعر ونتسنى. راكم عارفين الجره الجره الجره، لهذه البنات ما كانتش عندي الوقت. اما دابا ان شاء الله عاوتاني هاني معكم باذن الله، ورجعت معكم يا الغزالات ديالي، وكنتمنى فعلا انكم تشجعوني باللايك وبالبارطاج. وبالنسبه للبنات اللي في المغرب هذا خديته من هنا، وبالنسبه للبنات اللي في المغرب اللي غادي يقولوا لي ايوا حنا في المغرب مثلا ما عندناش، سيروا لا فارماسي وقولوا لهم اي فيتامين اي مكمل غذائي فيه الزنك. وانا راني كنت خديته في البلاد على فكره، ماشي يلا خديته، كان فيه الزنك، عرفتوا اللون ديالو؟ عرفتوا داك الخزيل بارد، واحد الخضر، واحد اللون خضر بارد بحال هذا الخضر اللي كاين في هذا الاسهم اللي هنايا، خزي خزي وكاشف بارد، ما عرفت مكتوب نيت فيه شي حاجه زنك. فاسيروا عند اقرب صيدليه وطلبوا منه يا الغزالات ديالي. وكذلك عندي هنايا واحد الحاجه اللي رائعه رائعه جدا، هاد العسل كان وصلني من البلاد، طبعا هاد العسل هذا رائع جدا، كذلك تاخذوه يا البنات كمكمل غذائي، تولي تاخذي فيه واحد معلقه في الصباح، كذلك راه كيقوي لكم المناعه. ولاحظت واحد الحاجه في هذا يا البنات، واحد الحاجه اللي رائعه خصوصا هذوك البنات اللي قتلهم العجز، عرفتوا غادي تستعملوه غادي تلاحظي فعلا ان عظامك ولاو خفافين عليك، عرفتي؟ يقول لك شحال تزيري جري وانت ماما فاش اصلا كتجري، يا والله حتى تمشي تجري، غادي ديري شغلات الدار، يعني ما غاديش يخليك انك تحسي بالعياء، لان مهما كناكلو فدائما كيكونوا شي حاجات اللي ناقصينا، خصوصا البنات اللي ما كياكلوش مزيان واللي الاكل ديالهم ماشي صحي. وكذلك بعض الامهات اللي مثلا كيرضعوا وليداتهم، ولا مثلا كتاخذ موانع الحمل، رغم انه انا قلت لكم ما تاخذوش موانع الحمل، لان فعلا كيسببوا واحد الحاجات اللي هما خايبين، كيطيحوا لكم الشعر، كيكمشوا لكم الوجه ديالكم، كيشرفوكم قبل الوقت، وكذلك الله يحفظ كيديروا بزاف بزاف ديال الامراض. لهذا ما تستعملوهمش نهائيا، حاولوا تستعملوا اي حاجه اخرى من غير هذوك الموانع ديال الحمل، هذوك اش كيسميو ديك الفانيل كما كنسميو او ديك لابيلول، فما تستعملوهاش. اما بالنسبه لهذا راه زوين وزوين وزوين بزاف، وراني وريتكم في واحد الفيديو اخر واحد الباكيه ديالو فيه الفيتامينات، الانواع كاع ديال الفيتامين بي على ما اظن. المهم صراحه والله قلبت يا البنات ما لقيتش هذيك الباكيه ديالو، هذا ابارتير دو 15 ans، يعني اللي عندها 15 عام تقدر انها تستعملو هذا هو المكمل الغذائي. وحتى البنات اللي كيبغيو انهم يعاونوا راسهم بالصوجة مع الصوجة مع العسل اللي كيكون حر، فهي كذلك واحد الحاجة اللي رائعة جدا، يعني عسل النحل. وكذلك البنات اللي هنايا في اوروبا غادي تلقاو العسل ديال النحل، راه كاين في الاسواق الكبرى، راه متوفر، ولكن دائما الحاجة ديال البلاد يا اختي عندها الحلاوة ديالها يا الغزالات ديالي. الى بغيتو اي فيديو اي حاجة اي تساؤل مرحبا بكم يا الغزالات ديالي، ما تردكم الا انا منكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات وبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. ما تنساونيش نشد عوا ديال الخير وترحموا لي على الوالده، وكذلك مرحبا بكم عندي على قناتي نهى توفيق حموشه تي في، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعا.